بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. آمين. اللهم صل اللهم صل وسلم على وسلم سيدنا عليه، محمد في اللهم الأولين صل وسلم والآخرين، وصل وسلم عليه، على سيدنا محمد في كل وقت وحين، صل اللهم وسلم صل على سيدنا وسلم محمد عليه، في النبيين والمرسلين، صلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى إلى يوم يوم الدين. الدين. ولما نظم الفكر من آمين. دار الأوصاف المحمدية اللهم صل وجودا وسلم توجهت إلى عليه، الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد اللهم صل صلى وسلم الله عليه عليه، وعلى آله وصحبه وسلم، يجعل سيفي مشكورا وفعلي فيه وفعلي محمودا، محمودا. آمين. ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا آمين. من إلهي تتجلى الأمل فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحث الرحال فتغشاها منه منه البيوطات الفيوطات الغامرة. تتوجل آمين. بشرف الوسيلة سيدنا المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عم اللهم صل رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. الرب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب، ومظهر قاسم إمدادك في عبادك، وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك. سيد الكونين وأشرف الذكرين عبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أهل حضرتك اقترابه من أحباب. اللهم آمين. إنا نقدم إليك جاه هذا النبي نبي الكريم، الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في بركاتنا سكناتنا بعيناتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا. تقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي درائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أثمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، ذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا آمين. بك برسولك ما جاء به من الدين تجاني المستشفي قبل المذنب منا بالغفران، والمسيئة بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وله وظهره، وعم ببرقد يشرف بجدي أولادنا ووالدينا، أهل قترنا ووادينا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع آمين. الجهاد ودم رايدة الدين القوم في جميع الأوطان، منشورة معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين، واكف شر المرتدين والظالمين، وسد العدل وولاة الحق في جميع النواحي والاقطار، وايدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، في الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وختم لنا منك بخير أجمعين. صلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للسمر الروح والقلوب، وعلى اله وصحبه من اليمز، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.